واحدة بتحكي وبتقول كان ليا جارة عاملة زي أختي، لما جوزها توفى ساب لها طفلين، اتوطدت علاقتنا حبة بحبة وبدأ جوزي يعطف عليها وعلى أولادها، وكانت دايما عندي في بيتي، كنا بنطبخ مع بعض، ولما كنت تعبانة هي اللي بتشوف شغل البيت، ولما أخرج أروح السوق أو أروح في أي مكان بسيب بنتي الصغيرة عندها. كانت في الأول بتتكسف من جوزي، بس مع الوقت بقت بتتكلم معاه عادي وبتكشف شعرها قدام، وهي جميلة وجسمها كان متناسق ولسه صغيرة في السن. وبالصدفة اكتشفت إن جوزي بيروح لها البيت وكان بياخد لها كل حاجة معاه، بيشتري لها كل اللي بتطلبه، ولما واجهته كان بيقول ده انا بعطف عليها وعلى اولادها الايتام. قلت له انت ما قلتليش ليه الكلام ده، انا ما ببخلش عليها بحاجه، اللي هي كانت عايزاه كانت بتيجي تاخده من عندي، ومن اليوم ده ما بقتش بتزورني خالص. رحت لها عند بيتها خبطت ما حدش فتح، حتى اولادها ما بقتش بشوفه. قلت لجوزي جارتنا ما بقتش بشوفها خالص، ما بقتش بتيجي هنا خالص زي ما كانت بتعمل في الاول. فرد عليا وقال لي انا اللي قلت لها ما تجيش هنا تاني. قلت له ليه؟ قال لي علشان انا هتجوزها، وقال لي كمان لو وافقتي هتجوزها وانت على ذمتي، بس لو ما وافقتيش هطلعك واطردك انت وولادك، وفي الاخر برضو هتجوزها. وافقت بشرط ان هي تعيش في بيتها وانا اعيش في بيتي، وفعلا اتجوزها وبقى كل يوم بيروح عندها واهملني خالص. وبعد مده اكتشفت ان هو طلقني وطلعني بره البيت انا وولادي، وجابها هي تسكن في البيت واجرت بيتها علشان تعرف تصرف على اولادها الايتام. وجوزي كان نسي اولاده خالص. انا رحت سكنت في بيت اهلي، وكان عندي ولد كبير عمره 18 سنه كان بيحاول يشتغل اي حاجه علشان نعرف ناكل، وانا بعت كل دهب ورحت اجرت بيت علشان ما كنتش مرتاحه في بيت اهلي. كنت بشتغل اي حاجه وكل حاجه، كنت بخيط هدوم للناس، اعمل حلويات، اعمل اكل وبيعه. ومع الوقت الولاد كبروا وجوزت بنتي، وابوها رفض يحضر الجواز وعمل توكيل لاخويا اللي هو خالها علشان يبقى هو الوكيل بتاعها، وربنا كرمني والدوله ادتني سكن والحمد لله. انا دلوقتي بدور على العروسه لابني الكبير، اما طليل اللي هو ابو الاولاد بقى مريض وما بقاش بيشتغل، ومراته هي اللي ماسكه كل حاجه وخلفت منه 4 اولاد ونسينا خالص. انا بحكي لكم القصه دي علشان تتعظوا، مهما كان ما تثقش في حد ثقه كامله، مهما البني ادم اللي قدامك يبقى عامل فيها حبيبك اوعي تثقي في حد، وخصوصا في الناس اللي ممكن تضرك في حياتك. خلي بالك حياتك ممكن تتدمر بسبب واحده صاحبتك وثقتي فيها. انتوا كنتوا بتسمعوا ايمن الجوهر.